مباشرة من حي ثنية مسكن انطلاق الحملة الإنسانية التطوعية تحت شعار ولاية عين دفلة كلنا البليدة. يعني نلاحظ عدد كبير من الشاحنات المحملة بمادة البطاطا موجهة إلى سكان ولاية البليدة لدعمهم بهذه المادة التي يمكن القول أنها شبه منعدمة بالولاية. يعني حوالي 13 شاحنة من الحجم الكبير. نشكر كل المساهمين ونتمنى أن السائقين يأخذوا الحيطة والحذر ويقوا أنفسهم من هذا الوباء حتى لا يصابهم كذلك بالمرض هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى ويرفع عنا هذا البلاء. أدعو معكم خوتي عليك شاحنة محملة بالمواد الغذائية، شاحنة كذلك بالحليب، المادة الأولية للحليب. حوالي يعني 10 شاحنات يعني مادة الحليب. هاي كذلك محمل بالحليب. ريك سلام الله يسهل. يعني مرافقيهم الأمن الوطني والصحة الدارك الوطني، نشكر ربي يعاونكم. طريق سلامة.